على زويز ما يتفرقوش، ديما قرنين الراس على الراس، وكيف يطلعوا يشتحوا يشعلوا النار، والسر ورا شهرتهم كار. نتصور عرفتوني على شكون باش نحكي، زينة وعزيزة، زوز اخوات الرقصات الفنانات والممثلات. اي زينة وعزيزة ما كانوش يشتحوا كهو، كانوا زادة يغنيوا ويمثلوا. حاسيلو اجا نبدا لكم الحكاية من الاول. في اخر الخمسينات يحكيوا على زوز اخوات حبوا يوليوا رقصات، اللي هما محبوبة وشادلية بوزاين بنات الملاسين، واللي تشهروا من بعد باسم زينة وعزيزة، يعني كيف ما نقولوا اسم فني، كيف ما ام كلثوم اسمها الحقيقي فاطمة. استنى ما تقوليش اللي ما في بالكمش ام كلثوم اسمها فاطمة. حاسيلو خلنا نرجعوا لموضوعنا. زينة وعزيزة تشهروا بزينهم وكانوا يبدعوا في الرقص الشعبي، يتطوروا ويسموا في رقصات جدد وخاصين بهم هما. اشهرهم الشطحه، يلصقوا ريوسهم لبعضهم ويقعدوا يشطحوا، هذاك علاش سميت الكاره الصفراء باسمهم زينة وعزيزة. وكانوا يشطحوا في اشهر كافي شنطات العاصمه، وغاديكا وين تعرفوا على رضا القلعي، وهو اللي سميهم زينة وعزيزة ودخلهم للفرقه نتاعو. ومن بعد ولاو يشطحوا في حفلات اسماعيل حطاب الكل. شهرة زينة وعزيزة وصلت حتى للرئيس الحبيب بورقيبه، اللي كان من اكثر المعجبين باشتياحهم. ومن اللي كانوا يشحوا في كافي شانتات العاصمه ولاو يشحوا في اكبر المسارح التونسيه والعالميه. ونزيدكم زياده، شطحوا قدام كوكب الشرق ام كلثوم كي جات تونس عام 1968، وفي حفلات الرئيس الخاصه في تونس وفي الخارج. ايماني قلت لكم ما كانوش يشطحوا كها وزينة وعزيزة، كانوا يمثلوا زياده. مثلوا مع كلاوديا كاردينال وعمر الشريف في فيلم جوحة، اللي هو وقتها اول فيلم تونسي يشارك في مهرجان كان. ومن بين المواهب المخفيه الاخرى لزينة وعزيزة اللي هي الغناء، وصلوا عملوا البوم كامل، اما وقتها ما تشهرش برشا. اما المواهب هذه الكل وفات بعد انقلاب عام 1987 والتضييق اللي عملوا بن علي على الفن الشعبي. وقتها زينة وعزيزة قرروا يعتزلوا، ومقعدنا نعرفهم كان بالكار الصفراء.